الزعيم الهلال بطل الشتاء نار يا حبيبي نار، راح نحكي عن الزعيم بكل شفافية وبكل حيادية، الأرقام والإحصائيات هي من تتحدث، صاحب أطول سلسلة عدم خسارة لهذا الموسم بواقع 26 مباراة، صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الأندية السعودية بالتساوي مع النصر 18 انتصار، المتصدر لترتيب دوري روشن السعودي، أقوى هجوم وأقوى دفاع، وأكثر نادي حافظ على نظافة شباكه، وأكثر نادي صناعة للفرص، شو كمان يا جماعة، وصاحب أيضا أكبر نتيجة انتصار في تاريخ الدوري 9-0 أمام الحزم. ممكن نسيت شيء، ما أعرف، في أرقام وإحصائيات كثيرة يا جماعة للأمانة سجلتها على هذه الورقة، وأيضا هذه الانطلاقة هي أقوى انطلاقة بتاريخ دوري المحترفين، وخيسوس أيضا يصنع الأرقام والإحصائيات مع الزعيم الهلال، هذا المدرب البرتغالي صاحب 70 عام، وأيضا يا جماعة هو النادي الوحيد الذي لم يتلقى أي خسارة في الدوري السعودي لهذا الموسم، وانتصر على الكبار النصر والاتحاد والأهلي والشباب، والأرقام والنتائج هي من تتحدث عن الزعيم الهلال. للمعلومية أنا لا أشجع الهلال ولا النصر ولا الاتحاد ولا أي نادي ولا أميل لأحد، كلهم سواسية عندي، تحياتي لكم.